أسعد الله أوقاتكم وياكم زهرة زنقنة من بغداد، الكرادة الجادرية ويم دار ومقهى الأطرقجي. حبيت أنقل لكم صورة عن هذا المكان اللي هم أصحابه، خلي نقول من العوائل المعروفة في عالم التراث والأنتيكات. راح أخذكم بجولة قصيرة للمكان ونشوف هذا المكان وجماله. زين، احنا هسه وياكم بدار ومقهى الأطرقجي، راح اخذكم بجوله من المكان وجماله، شوفوا الذوق الرفيع اللي بالمكان. صراحه شيء مشرف وشي تحفة. شوفوا القاعات، القاعات الموجودة، تحفة المكان وجماله. وياكم زهرة زنقنة، احنا هذا اللي نتمناه. شوفوا، أنا حبيت بس أنقل لكم روعة المكان وجمالية المكان وأناقته. هنا الذوق والأناقة تلعب دورها في جمالية المكان. إحنا دار الأطرقجي، وطبعا المكان بأكثر من قسم، مكان بأكثر من قسم أقسام كثيرة. حبيت أشوف لكم ما موجود بالمكان، وبعد ما راح ناخذ جولة للمكان راح تكون عندنا هاي الدار البغدادية وجمالها. احنا بعدنا دار الأطرقجي. بالنسبة